بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تكملة لأنواع العبادة أو العبادات التي ذكرها ابن كثير رحمة الله تعالى علينا وعليه، فتتمة درس نرسكي بدندرو، والرب هو المعبود، الرب كو هو المعبود ناي. الله سبحانه وتعالى نغرم درو فارغره، يا أيها الناس اسلموا نكال كفر نكال بخطاب الجماعة الكلج، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. انتبه التفسير، والرب هو المعبود، كيف اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الرب، كلمة الربكو لازم ينعكس على درة رزق من الرب حقيقي. أربابة مزورة شكي اللات والعزة والمناتة، سواع ويغوث ويعوق والنصر، أرقنا آلهة ضلالة جراشة. لكن الله حقيقي ما أرأيه، الله حقيقي ما جرارايه إن أكزو أردرت وصو هو الرب الحقيقة. أول من الخالق هلقي مغرتوسك هنا كوزون فترق لكم. الفرق بين الرب الحقيقي رب مزور كوي هنا كوزوتك. الرب الحقيقي هنا كوزودي الخالق هل اللي جينا من مغر من هي اللي كنك ان جينا جينا من هي اللي كنك من جينا المالك ملك جينا من كي هو مردي قدرته ناقضنا المدبر لجميع الأمور. إننا نجنا كيمرا ناوك دعوني بينا نولي ناوك ساري كارادرك كيمرا كاراناوك كياني كاراناوك كيشوية ديغاية كينا نجنا كيدا ناو تشنونك نلا كيسون تغسون. آية الرب الحقيقي ربنا تمغرو، يجب على المخلوق ملتروني إبراتشنغ وعبدوا ربكم الذي خلقكم إن غرته نان والذين من قبلكم لأجل تقوى حقيقة الجكر ألا نوشي حقيقة الجكر تقوى دور وقاية كيف إن دار دور نوري كوي كيف تونيك وقاية نايك نوري ملك إن دور نجنا تقوى دورته وانا انا يعني ملك انجاب دستو كيف يكي كوي تنين اكي اي تقوى وقاية نوري ملك لعلكم تتقون. ايش الله نمام له الذي جعل لكم الارض فراشا واندوم له داما هلق المبرني مالكني مدبر لجميع الامور دلنه الذي جعل لكم الأرض فراشا بسما فراش كسينيات كأنه كده دانيجي كده ونجي كده فكي كده والسماء أساء بناء نقول لك انت نقول لي أرغب تقصو جاتك وأنزل سار ولي من السماء ماء إيه قال له وجعلنا من الماء كل شيء حيا لك
فأخرج من الثم فأخرج به أي إيوه ساعة تكنر ثمرات تمية إيوه تفاحية برتقالية تموية إيوه نالاية رزوية إن شاء بسالة أرمي قروب رجلنا إيوه للقروب فأخرج لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم عشان نرى أن ماش كنجل قول بزن يمكن نعجو بزق كاو بزق تاريش يقول واكين فلا أنت كيب سن جمنا فلا تجالوا لله أندادا ألا مزورة كرا كوت من ملودي فنغم أبرندم وأنتم تعلمون هل عندنا ابن كثير رحمة الله تعالى عليه صاحب كتاب التفسير ابن كثير القرآن فسلكنا فرقه وهو أبو الفداء إسماعيل بن عمر القريشي الدمشقي سكنا الحافظ صاحب التفاسير الكثيرة والتاريخ المشهور من أبرز تلامذة ابن تيمية مات سنة 774 نص الله يملأ تراجعنا على راء الله شو المدير تيف أرجله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة له إن أرى عن هلكينا إن عندك عندي فترة هلكينا قالكوا دي دو الله عندك عندي الله حقيقة ما هي مزورة كي ناكذو فرق كينرو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور إذن من كثير هني فرق الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة له لأنه هو الخالق هو المالك هو المدبر تذكر من المقر من القدر الله قرأ برد نقرأ توسوه تظلم تذكر الله سبحانه وتعالى إنش إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله إنك الله جنة من راح الرمضر وابن كثير ومن فرق له أنواع العبادة منه عبادة من الترونيشنة عبادة منه كنجلاسنا موندنا التي أمر الله بها إسلامني عبارة أركان الإسلام رفوها والإيمان إيمان على أركان إيمان دسيتنا عبارة والإحسان ركن ترما تنا عبارة وكذلك الدعاء مد كان جلسنا شو تنا عبارة والخوف نجي الله رازقنا عبارة والرجاء كنا ماينا عبارة والتوكل الله رب كلنا عبارة والرغبة كنا ماي تنا عبارة والرهبة نجي درجة عند خوف نولتنا والخشوع أنا نوشي تأنا نقولك والخشية أنا نوشي والإنابة زبط والاستعانة ترك والاستعادة هست والاستغاثة فزع برادو والذبح أرادو والنذر النذر وغير ذلك أرى جردر أنواع عبادة التي أمر الله بها كلها لله عز وجل أرقنا فترة يقرأتش كناي أرقنا عبادة أنواع عبادة من كثير فرق الفترة ما الدليل مين الله فرق وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأن هجر المساجد جلك كذا عبارة أرقنا لله الله نه فلا تدعو كارا تجارا الله سبحانه وتعالى دا إبرة دا دوستن دغارا الله قدر إن كرد دا إبرة جنم جد فمن صرف نعانة غسبية دي إري أنقرية قلنا أنا وراء عبادة لفترة أدرو إبرة إنو قلنا ونكال أو شيئا منها من أدرو قل لا ما نكال لغير الله الله قدر شنو فهو مشرك مشرك ناي وكافر كافر الناي الله بلا ما يارو والدليل ومن يدعو مع الله إلها آخر
لا برهان له برهان دانر جينيش لتقصوا هنا دا جينرا باطل مرة فإنما حسابه عند ربه حساب ما الله سبحانه وتعالى مرجع شرقنا إنه هجر لا يفلح كل نجاح داننا فوز داننا هي الكافرون من الكافر تقصدنا لأن الله قدر الله سوني إن الله أرى الله الكنة أو إن الله قدني أرى الله فوكي برانك شرك. ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق الدعاء مد مننا مخ العبادة لا حديث وطيني فرق الدعاء هو العبادة كلمة مخدرة بالنفس ودليل تأني الله بادننا نمدنا عبارة أغلاتنا مسكينة بذرة أجراتنا بادننا نمدرقش إني فرق الله وقال فرنا ربكم رب دمه قال كده هنا ترين الحفصو الرب درو هنا اكوزو ردانو من الرب الشي خالق مالك مدبر لجميع الامور رب حقيقي ما وقال ربكم ادعوني بلا دندناي كل دندناي اين بلا دندنا استجب لكم كلير نندرقنا اخر تردناي إن ربكم حي إيه رسمنا الله من دما إيه رسم كا عرفا يمر إيه براجم الكلمة توزو الله من دما حي الكلمنا إن ربكم حيينا ودعوني أستجب لكم برادنا قرار ندرج إن الذين يستكبرون عجائرة براد الله على كبيرين دقا عن عبادتي سيدخلون مرغنا جهنم ونا زندودرو داخرين دمترنا الله بلا متريارو رب ودليل خوفنا نوشي نوشي من الدعماء إني وهو الزعر وهو انفعال يحصل بتوقيع بتوقع توقيع شيء بتوقع ما فيه هلاك او ضرر او اذى يعني لو جمل دامك انت تان ضردنك تكن من النوره تدسرن من التكرار نجي ضرر تطلعك نوره من كال ارين من كال يارين من كال ابر من كال رود من كال كاجن ما دانين من كال خوف من دولته نوزين دولته دليل مين الله سبحانه وتعالى فارق له فلا تخافوهم جنة يا إبليس يا إنا كوراتك أجنال أصمج سهرة أجنال فخافوني تغر أصدج إن كنتم مؤمنين تغر نادم منك وكوكو إنا لسحر دا كهنا دا إيو عرافين دا إنا تغر جنال أصدج تغر أصدج إن كنتم نندا مؤمنة تغر نادم منك وكوكو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره كوكا تنغر عاصم دوش إنها تعالى عاصميش عاصمو لقنا إن تاني كسرنا إنه تنغر كنجيس تغسنيش وإنه شو ملك نجاسنا عكوزو نجي عايدي إغين جلنا إني إيو ملفورة إيه إيو دوغلة إيه إنا ترى عزينا تتابعي وني يوغني عندا فودرو دانو فوري يوغندا جنة دان زي إن داركو نيمانا ترى عشان درا موسى عليه السلام كليم الله وهو من أولو العزم فأصبح في المدينة خائفا يترقب تكناي أي جنة دان إيو نجي نينينا أرى هنا بقول كاي تانغار الله الجدر دور عندك نمرة أزينا تتكسن
سحرندا امرا انارا كهانندا ابليسندا الله كينجر مناي دورندنيغا تي شرك تترسن ناخذنا خوف ترسيلندويتش كانه يخاف صاحب القبر انو كوبودر تشنا تير دورندنيغا كو تي زوندو تي كولي ان بوربو تي ازم ارا ارا غنزوندو ودليل الرجاء الرجاء دو كانماي كانماي الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كانماي طمع الإنسان في أمر قريب المنال وقد يكون في بعيد المنال تكغني كانماي تنزيلا له منزلة القريب تكغيش كانماي إنا من الدامة الله ته رب من الله دامر برانيك الله ينك الله ينك الله ينك تكاني من الله كان ماي زي رجاء دنا كده تقول لك العلماء فاتقرة كي اندا واس كان كم ينغر الله العازن دناي في حالة الصحة وفي حالة الخير والرخاء اكثر الخوف من الله عز وجل تكاننا الواي علماء لكن في حالة الاحتضار موتنا كده حالة الرجاء كان ماي ما الله سبحانه وتعالى تنغر ينقر تكغي جناي حتى لا تقنط من رحمة الله والتوكل دوريني توكل دوري عند الله رأي اعتماد المجانية إني نمجنى الله رأس غزامينا إني نمبيع ديجنا لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ترد خماسا وتعود بطعنا بل كفيتيني شوكنا واي 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 كنت ترتنا ورا ساقا توايد وزايدنا كيشان داقنا نغالترا إذن رزق سنو الله رجكي توكل واعتمادوا على الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين نندا تغرنا دون مني إن تغرى نصر كوكو توكل تغرى اعتمادنا ومن يتوكل على الله فهو حسبك وتوكل من داسون دا كنجرة تمام التوكل عند إيمان ما توكل الله إنما كان زمان مر إيمان ما تمدن واجب لازم إيمان ما تمدن ساقتنا توكل سري إننا آي زندو الله غير دينا قرارا إندنينا ناكذنا توكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير لأن أنا قلت رأقول مري قرقيني الله إنه قرقينك عند دانوسنا تنترسن التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل اني يعني مثلا انه قول قدر جدي كوكو ان مرودا وكيل جينا جينا دانا زي يا بني يعقوب فرنا اذهبوا فتحسزوا من يوسف واخيه ان كذا اني وكلتني سرتني اما من داما يوسف ولا يوسف هنا وردي هلندو ان تجينا دا ان دا قول قدر جينا ابو الرغبة كنماية والرهبة نوشية والخشية نوشية أرغنا دليل سنو إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إذا دوسك الله سبحانه وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ألا تكيغزو ألا تدو ألا داو دانا تقنو ألا دغنانا دغيرو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.